في الحقيقه كل هذه المشاهد تطرح سؤالا عريضا جدا، هو لماذا منع هذه الأنشطة الطلابية؟ علاش هذا المنع؟ هذا سؤال يجب على الدولة أن تجيب عنه بشكل صريح. طبعا هذا المنع ليس جديدا على الـ على الـ على الـ القوى القمعية، وليس جديدا على أنشطة الاتحاد الوطني طلبة المغرب. فالملتقى 17 هو محطة ستنضاف إلى سجل الاتحاد الوطني طلبة المغرب، سجل الصمود والثبات، سجل العزة والفخر والنصر. هذا الملتقى الذي كان برنامجه متنوعا بين ما هو ثقافي وبين ما هو علمي وتعليمي وبين ما هو سياسي وحقوقي، بالإضافة إلى جانب الابتكار والاختراع، وكانت ستكون هناك مجموعة من المشاركات الإبداعية للطلبة بتنظيم المنتدى الإبداعي الطلابي، بحضور مجموعة من الضيوف من داخل المغرب وخارجه، وبحضور مجموعة من المنظمات الطلابية الصديقة والشريكة بالنسبة لنا احنا كذلك في الاتحاد الوطني طلبة المغرب. اخترنا له شعار نحو فعل طلابي مجتمعي يصون الجامعة ويدافع عن الحقوق والحريات. اليوم على مستوى كلية الآداب التحقنا بشكل عادي جدا، بشكل سلمي، طلبة طالبات رسموا صورة حضارية من خلال الأروقة ديالهم، من خلال الإبداعات الطلابية ديالهم. كانت بعض الرسائل تمر عبر المجموعات الطلابية أن الدراسة ستتوقف، فتم إخراج جميع الطلبة من الكلية. هذا المشهد هذا راه ما كيزيد يأكد إلا واحد الحاجة واحدة، هي أن الجامعة غير مستقلة بتاتا في تدبير شؤون نفسها، لأنها مثل هذه المواقف لا تؤكد إلا على هذه الفكرة. هذه كانت تطوق الكلية، الآن أصبحت تمنع وتوقف الدراسة، ثم أصبحت تدخل حتى إلى المدرج. بالتالي ما غريب جدا في سنة 2023، كنتكلموا على سنة 2023 بعد أزيد من 12 سنة و 13 سنة على صدور الدستور، أو كيف ما كيسميوه دستور الحريات، دستور الحقوق والحريات، أنه كيتمنع نشاط طلابي سلمي بهذا الشكل هذا. حيث أن السلطات القمعية تجرأت حتى إلى الدخول المدرج وقمع الطلبة وضرب بعض الطلبة والرفس والركب الذي خلف مجموعة من الإصابات في صفوف الطلبة، خاصة إصابة على مستوى الرأس وإصابة على مستوى الأرجل. طبيعة الحال هذا المشاهد كامل ديال البؤس اللي وصلت له الجامعة المغربية، واللي وصل الله الحال ديال الجامعة المغربية من خلال هذه الأحداث هذه، لن يثنينا عن الاستمرار في المسيرة ديال الصمود والنضال ديالنا والتعبير على الآراء ديالنا والأفكار ديالنا والمواقف ديالنا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مهما كلفنا ذلك من ثمن. سنستمر في برنامجنا بشكل طبيعي كيفما كان التدخل، كيفما كانت التداعيات، ولن يثنينا هذا التشويشات لن تثنينا عن الاستمرار إن شاء الله.